كان والده محمد البليهد أحد رجال الملك عبد العزيز، وقد كلفه بمهمات عدة خلال مرحلة توحيد المملكة، ثم عينه مديرا لمالية الطائف، وبقي فيها فترة من الزمن، ويعتبر أحد رواد التاريخ والشعر والأدب في نجد والجزيرة العربية. حظي والده الذي كان مقربا من الملك فيصل رحمه الله بشرف تكليفه لاختيار الموقع الحقيقي لسوق عكاظ التاريخي بعد تضارب الأقوال عن موقعه الوارد في بعض المخطوطات والكتب، فتلقى التكليف بكل همة وعزيمة واهتمام، وأدرك بثقافته النوعية وحسه الأدبي العميق أهمية تلك السوق التاريخية منذ ذلك الوقت، مستطلعا لهذه البلاد مجدها الأدبي وثقافتها التي تليق بها بين البلدان العربية، كونها نواة العالم العربي والإسلامي ومرجع الحضارات التاريخية والعالمية. كان واحد من عيال عم أبوي يبغى يروح الحجاز ويقابل الأمير فيصل، كان الأمير فيصل في هذاك الوقت، فقال أبوي قصيدة طويلة يمكن 50 بيت، من ضمنها يراسي من فوق 5 مسطر بنات من اسمك على كل غارة، لهم بغضات ولهم فطر، حمر الخدم منه وهم سفارة